تعالوا بقى نبدأ نشوف معانا ايه تاني من الايس كريمات الحلوة اللي احنا ممكن نعملها مع بعض. فخلينا كده ايه نشوف الانواع الاخرى. عندي كمان ايس كريم الفانيليا. الفانيليا ده برضو يعني من الايس كريم الحلوة جدا، نقدر نستخدم فيه كريمة وحليب مكثف وكريم شانتيه ويبقى رائع. لكن انا عايزة اعمله المرة دي بدون كريمة، بدون كريمة خالص، واستخدمه كده وصفة تقليدية عادية. فتعالوا كده نشوف، واخلط معاها برضو الكريم شانتيه في الاخر. فخلينا كده نشوف المقادير بتاعتنا، يلا بينا. عندي للمقادير نص لتر من الحليب، عندي معلقتين من الكاسترد باودر، ممكن يبقى معلقه نشا ومعلقه كاستر مفيش مشكله. دول اهو بصوا، انا هستخدم هنا اللبن، وعندي السكر مع 4 معالق سكر، عندي فانيليا طبعا، والقشطه ناقصني القشطه، هحتاج القشطه. طيب هحط معاه قشطه، القشطه دي ممكن تبقى علب او ممكن تحط وش اللبن، بيدي طعم حلو قوي، زي ما بنروح كده اسكندريه وناكل حاجات رائعه عند ناس معروفه جدا ونستمتع بالايس كريم اللي بيقولوا عليه بالحليب ده، رائع. طيب ايوه صح، مين الشطور اللي بيروح كتير ده؟ فهتستمتعوا. انا عن نفسي يعني بحبه، بس انا بحب اكتر الطعم اللي يميل للكريمه، بس باكل هناك بقى المانجا والفراوله رائعه. هعمل لكم فراوله قريبه منهم، بس هما الاختلاف بيحطوا سيرب. السيرب ده اللي بيتحط اللي هو فيه ميه بالسكر ده، مع الوقت لما كده تلاقوه حتى تحت رقم، فهي انواع يعني، بس طبعا كل واحد سبحان الله ليه تيست وطعم مختلف. هنعمل كل الانواع، كل حاجه اللي لحد ما توصلوا للطريقه اللي تناسب حضراتكم، بس انا عملت اسرعهم واحلاهم واسهلهم علشان الشوكولاته ليها كده دايما تيست مختلف. انا هنا بدفي حله، هعمل كده شويه زي المهلبيه الاول، خطوه اولى كده زي المهلبيه. بسم الله. خلاص حبه كده صغيرين. عايزه المهلبيه بقى اللي سقعت، هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. مصطفى الغالي اين هو؟ طيب هنحتاج المهلبيه، وهحط بقى هنا على الساقع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس ايه اخد وسكه دي واخد كده المعلقتين هنا اهو، معلقتين ماشي. بقى عايزين تاني للفراوله، عايزين كمان المهلبيه اللي موجوده وساقعه. طيب ادي كده، تسلم ايديكوا حبايبي. بصوا ادي حطيت السكر كام واحده، وهنقلب كده مع معلقتين الكاسترد. الكاسترد ده مش هتلاقوه مدي لون، هو هتلاقوه ابيض لان هو نوع معين بيدي الدرجه دي، بس بيدي طعم وبيربط. هحتاج كمان القشطه، عايزين قشطه، اخد كده المهلبيه هنا، وعايزه دي واديها لكم حالا تظبطوها لي كده، حطها بس هنا ايوه، ونقلب الخليط الحلو ده كده. بصوا لحد ما يمسك معايا شويه حلوين، انا مش عايزاه قوي قوي، انا عايزاه برضو يكون ايه، لان انا هضيف له يعني هضربه مع بعض وهضيف له بصوا الكاستر ده فاتح ازاي، مش غامق اهو، لحد ما تمسك معايا كويس اهو. نفضل بقى نقلبها كده لحد ما تربط معانا، هوريكم القوام المظبوط ايه. دي مهمة جدا. طيب هاخد كده هنا، ممكن اضيف هنا قطع كده من القشطة، بصوا هحطها هنا تدوب بس مع الخليط، تدي كده تيست وطعم حلو قوي، حتى لو هي ماسكة دي قشطة بلدي زي ما بيقولوا وش اللبن يعني. ونقلب كده تخليه كريمي وليه طعم كويس، وطبعا هضيف هنا شويه من الفانيليا
لانه هو ايس كريم فانيليا. عايزين تستخدموا حضراتكم الفانيليا السايله هيبقى احلى واجمل. ليه؟ لانه هو الطعم نفسه فانيليا، احنا عايزينه فانيليا. هخلط ده طبعا بكريم شانتيه او بويبنج كريم، فاللون ده مش هتلاقوه مصفر كده، ما تقلقوش. ولازم تنزل فيه بول، بولة كده هوديها لحضراتكم بحيث ان هي ايه تدخل التلاجة الاول تمسك نفسها بعد ما تبرد علشان اقدر اتحكم فيها. اهو كده، الله. دي طريقة ممكن تبقى بداية قبل الايه، قبل الايس كريم من انواع الايس كريم، نوع تاني سهل وبسيط وبال بالحليب باللبن مش بالكريمة. اهو طبعا من عوامل انها استوت، بصوا تعمل بابلز كده، دي معناها انها استوت. هحتاج برضو المضرب اليدوي، ممكن اشتغل بيه هنا في الكريمة دي ابردها. ماشي يا مصطفى، هات لي المضرب الكهرباء. بصوا بقى كده خلاص تمام، هوريكم برضو على ظهر المعلقه. بصوا لازم تعمل كده كده عشان تكون هي بردت، هوريكم على ظهر المعلقه بالظبط تبقى القوام عامل ازاي. اهو بصوا دي تقيله، ده قوام تقيل، انا عايزاه كده، هعمل كده خلاص، انا متاكده انه تمام. بصوا الاثنين دول ما يجوش على بعض، فخلاص كده اوكي. هاخد بقى انا الخليط ده، المفترض ان انا انزل كده فيه هنا بوله ابرده، ولما اجي ابرده او اصبه هنا عشان يبرد لازم اغطيه بسم الله، الشكل بتاعه او الغطا ده يكون على سطح الكاسترد نفسه. يعني ايه على سطحه؟ يعني بصوا حضراتكم هوريكم كده، زي مثلا هاخد كيس كده من اكياس الثلاجه، معلش احسن لي من الكلانفل دلوقتي، اعمل كده هنا، بصوا بلمسه بيه ليه؟ علشان ما يعملش قشره، السطح ده يفضل ناعم ما يعملش قشره لحد ما تهدى الاول بره، توصل لقوام هنا زي ده كده وتسقع. بصوا اهي اهو بردت، طبعا انا اللي عاملاه اتقل شويه، مفيش مشكله ده كمان جميل، بس عايزين تتقلوه تقلوه زي ما حضراتكم تحبوا، زي ما انتوا عايزين. هاخد انا بوله هنا جاهز بيها حاجتي، بسم الله، عقبال ما يجيبوا لي الايه الكبه والعلب بتاعه. هاخد شويه، معلش خليني احط الكريمه دي الاول، اضربها كده ضربه بسم الله. وهحط معاها شويه بودره كريم شانتيه. تعالوا بقى نضرب دول كده مع بعض علشان نقول ايه، نشوف الدنيا فيها ايه معايا. بسم الله. بسم الله. لازم يكون ساقع. عايزين تحطوا بوله فيها ثلج تحت، هيبقى رائع وانتم بتضربوا، الموضوع ده هيبقى جميل جدا. الطريقه دي هتحتاج مننا بس حاجه واحده، ان احنا لما نيجي نجمده في علبه هنعمل ايه، هنبدا نطلعه مره واحده بس، مره واحده بس من الثلاجه في العلبه دي بعد مرور ساعتين عليه او ثلاثه، وهبدا بشوكه اعمله تاني كده وارجعه تاني، ابدا ايه يعني اخليه يرجع يبقى شويه كسرت القوه اللي فيه دي، واعمله كده وبعدين اسوي سطحه وادخله تاني مره كمان، هيديكوا خليط كريمي رائع جدا. اللي حابب يخفف نسبه الكاسترد ويحط مكانها نشا فيبقى ابيض بس اوكي، بس الطعم ده بيدي الكاسترد بيدي تيست حلو، يعني ان شاء الله يعجب حضراتكم. هحطه هنا وخليني كده اوريكم، بصوا بقى الخليط عامل ازاي،
كريمي ورائع. ده بقى أول ما يدخل الفريزر بيبقى خليط تاني محترم جدا، ريحته أصلا تجنن بعد ما ضفنا الفانيليا، وأصلا من غير الفانيليا الكاسترد كباودر بالنسبة له فيه كمان نسبة فانيليا. طيب دلوقتي أنا جهزت الشوكولاتة والفانيليا وهوريكم اللي أنا عاملاه بالمهلبية البيضاء. أنا عملت النسخة كده وعملت النسخة اللي بالكاستر، اللي يعجب حضراتكم في الشكل واللون براحتكم، يعني عشان يبقى عند حضراتكم كل الاختيارات. هنرجع بقى نعمل صنف مميز جدا، لكن اسمحوا لنا هنطلع استراحة لأنه الحكم أعلن عن انتهاء الشوط الثاني وهنستعد للإكسترا تايم، لكن بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.